W2 W3 مختلفة عندكم؟ تمام. طب سؤال تاني، خلاص ال W مختلف، بس سؤال تاني، أنا عندي ال W2 وال W3 نفس الرقم، يعني W2 ب 40 و W3 ب 40، أنتوا عندكم W2 W3 نفس الرقم ولا ال W2 وال W3 مختلفين؟ W2 W3 أنا عندي متساويين، عندكم أنتوا مش متساويين ولا متساويين؟ W2 ب 40 و W3 ب 80، أوكي بس خلاص خلاص أوكي مفيش مشكلة ماشي تمام، هيفرق فرق بسيط خالص الموضوع ده. تمام حلو. The circuit is supplied with VDD 1.8 فولت، ال VDD أكيد هيبقى مختلف، V effective 1 ب 2 من 10 عندي، ممكن تكون أنت عندك مختلفة، GS1 ب 15%، GM1 ممكن تكون أنت عندك مختلفة. أهم حاجة أهم حاجة، ده كله مش مشكلة، ده مجرد أرقام هتتغير. التكنولوجيا عندي 35 بتحت التيبل، عندك حل عند في حد عندكم التكنولوجيا مختلفة غير عن ال 35؟ يعني يهمني ال L وال L والتكنولوجيا، الباقي سهل الباقي سهل. ال L والتكنولوجيا كلكم سيم، ال L والتكنولوجيا كلنا سيم، ال L بنص. يعني ال L في ناس مختلفة، خلاص خلينا ما علينا من ال L. التكنولوجيا 35 كلنا نفس التكنولوجيا 35، في حد 35 دي مختلفة عنده؟ مفيش حد عنده 35 مختلف. تمام الحمد لله، أهم حاجة ال 35 لأن دي بتحت التيبل، يعني كده الأرقام اللي أنا مطلعها من التيبل كلكم نفسها، بس اللي هيتغير في الحل قيمة الأي بايز ال W وقيمة ال VDD، قيمة ال V effective، قيمة ال GS، قيمة ال L، لما أجي أعوض برقم من الأرقام دي على طول تحط الرقم بتاعك أنت، اتفقنا يا جماعة؟ يبقى الأشياء بس اللي هتغيرها في الحل، لما أعوض بال L تحط ال L بتاعتك، لما أعوض بال I bias تحط بتاعتك، لما أعوض بال W1 بال W2 أو ال W3 تحط ال W بتاعتك، لما أعوض بال VDD أو V effective تحط القيم بتاعتك، لما أحط ال G لما أعوض بال GS 15 GM تحط القيم بتاعتك. طيب المطلوب الأول بيقول لك what is the configuration of the amplifier، يعني ايه الكونفيجريشن بتاعت الامبليفاير اللي قدامك؟ هو طبعا ما حددلكش هو كومن سورس كوماند لين كوماند كذا، بس لما ننزل بص تحت مين اللي شغال امبليفاير؟ هتقول لي كيو 1، ليه كيو 1؟ عشان عليه الانبوت، يبقى كيو 1 ده امبليفاير. نوع ايه الامبليفاير ده؟ كوماند سورس كوماند درين كوماند جيت. هتقول لي الدرين فوق، درين واحد وهنا جيت واحد وهنا سورس واحد، جيت واحد سورس واحد. مين اللي مش عليه انبوت ولا اوتبوت؟ هتقول لي الدرين، يبقى ده ايه ده يا جماعه؟ كوماند درين، او بنقول عليه ايه؟ كوماند درين سورس فولور، هي سورس فولور سوا كلمه كوماند درين. اوكي طيب انت لسه انت بتشرح له السيركت، يبقى المطلوب الاول كانه بيقول لك اشرح لي السيركت تفاصيلها عباره عن ايه. هتقول له كيو 1 شغال كوماند درين، لكن كيو 2 وكيو 3، ها البارت الاخير ده كيو 2 وكيو 3 مع الباي بايز ده شغالين ايه يا جماعه؟ ها مين يقول لي شغالين ايه دول؟ كيو 2 وكيو 3 كيو 2 وكيو 3 شغالين ايه يا جماعه؟ كارنت ميرور صح، بس نوعها ايه؟ ما تقولوش كارنت ميرور وتسكت، تقول له سيمبل، نوعها سيمبل كارنت ميرور، سيمبل كارنت ميرور، اتس اوكي ممتاز. طيب خلاص خلصنا المطلوب الاولاني ده نظري اوكي، هتلاقيني هنا في الحل جاي هنا في المطلوب الاولاني وقلت له ايه الامبليفاير كيو 1 شغال كوماند درين امبليفاير لان الانبوت كذا والاوتبوت كذا، وقلت له كيو 1 ده شغال كوماند درين امبليفاير، اما كيو 2 وكيو 3 اكت از ايه سيمبل ميرور، يعني كلام نظري شرح نظري مش اكتر. اوكي المطلوب الرقم 2 بيقول لي احسب لي فايند the current in different MOSFETs، يعني احسب لي الاي دي 1 والاي دي 2 والاي دي 3. مبدئيا بص يا جماعه احنا في حاجه ثابته متفقين عليها كلنا، ايه هي؟ ان الاي بايس هو الكرنت اللي في البرانش اللي على اليسار اي بايس، والكرنت اللي بيمشي في البرانش اللي على اليمين اسمه ايه يا جماعه؟ ها اسمه ايه دايما بنسميه ايه؟ اي دي. وعشان احسب الاي دي هو بيعطيك الاي بايس بيبقى جيفن، وعشان احسب الاي دي بقول ان الاي دي على اي بايز او الاي دي يساوي اي بايز في W2 على W3.
دي قانون ثابت خلاص، الاي دي على الاي بايز يساوي دبليو 2 على دبليو 3. طيب فرضا يعني انا في الاول هو مديني الاي بايز، مدوني بكام الاي بايز؟ انا مثلا مديني الاي بايز ب 50، اوكي يبقى الاي بايز ب 50 مايكرو ومديني، يبقى دي جيفن خلاص. يبقى في التعويض كده هقول الاي بايز ب 50. طب والدبليو 2 بكام؟ اديهان انا الدبليو 2 اهو، نقرا كده في السؤال اهو، الدبليو 2 مدهاني ب 40، يبقى اقول الدبليو 2 ب 40. طب والدبليو 3 مدهاني بكام؟ بهما ب 40. فهمت التعويض هنا؟ يبقى هتعوض الدبليو 2 والدبليو 3 اللي معطيك اياهم، وهتعوض الاي بايز اللي معطيك اياه. كلير يا جماعه؟ واضح؟ واضح؟ واضح القانون ده؟ كلير. هعوض تعويض مباشر، هطلع قيمه مين؟ الاي دي، وبهحسب الاي دي صح؟ طيب السؤال هنا هو بيقول لك احسب لي الاي دي 1 والاي دي 2 والاي دي 3. الاي دي 1 اللي هيمر في كيو 1 قيمته كام؟ هو نفسه مين؟ ها الاي دي 1 يساوي مين يا جماعه؟ مين يقول لي الاي دي 1 هو نفسه مين؟ اي دي، الله ينور، هو الاي دي 1 هو نفسه الاي دي تمام، او الاي اوتبوت، ما الاي اوتبوت هو نفسه الاي دي تمام. الاي دي اللي احنا كنا بنسميه اي اوتبوت زمان خلاص، بس الحين بطلنا نسميه اي اوتبوت خلاص، بنقول اي دي. طب والاي دي 2 اللي هيمر في كيو 2 هنا، اي دي 2 قيمته كام؟ الاي دي 2 قيمته كام؟ اللي هيمر في كيو 2 سيم اي دي، ممتاز صح الله ينور، سيم هو نفس الاي دي. يبقى الاي دي هو نفسه الاي دي 1 وهو نفسه مين؟ الاي دي 2، هو لانه هيمشي سيده لتحت خلاص. طب الاي دي 3 هو مين؟ اي بايز، ممتاز، الاي بايز جيفن خلاص، والاي دي 1 و2 هم نفسهم الاي دي اللي انت ايه اوريدي حسبته بقاعده ايه؟ بقاعده الميرور، بالريشيو بتاعت الميرور. الاي دي يساوي اي بايز في دبليو 2 على دبليو 3 بنسميها ميرور ريشيو، بنقول القانون ده بنقول عليه ايه؟ ميرور ريشيو تمام؟ اي دي يساوي اي بايز في دبليو 2 على دبليو 3، ده قانون ثابت. كله فاهم موضوع ازاي نحسب الكرنت؟ فهتلاقيني جيت هنا انا في الحل قلت له اي دي على اي بايز يساوي دبليو 2 على دبليو 3، عوضت بالدبليو 2 والدبليو 3 وعوضت، طلع انا عندي 40 على 40 وبيطلع الناتج بواحد. لحظه يا جماعه، اوكي عندنا هنا طبعا دي ب 40 ودي ب 40، فطلع الناتج كام؟ ناتج القسم عندنا بواحد. طب لو انت عندك مثلا الدبليو، مثلا خلي بالكم من الحته دي، يعني واحد يديني دبليو 2 دبليو 3 يكونوا غير يا جماعه، عشان اوريكم اللي هيختلف الحل. واحد يديني دبليو 2 دبليو 3 من الفيرجن بتاعه، انا عندي 40 و40، مين عنده مختلف؟ ها؟ مين عنده مختلف؟ 40 80 صح؟ يعني دبليو 2 ب 40 ودبليو 3 ب 80. اوكي تمام خلاص، خلينا ناخد نورة عشان نورة الفيرجن بتاعها صعب شوية. ملينا يا نورة كده، انت عندك يا نورة مليني كده، الدبليو 1 بكام؟ الدبليو 2 بكام؟ الدبليو 2 ب 5 في 10 اس سالب 5، ها؟ والدبليو 2 بكام يا نورة؟ الدبليو 3، الدبليو 3 بتاعك ب 40 صح؟ اوكي، لا انت كتبت كذا رقم كده يا نورة، مليني بالراحة. دبليو 2 عندك بكام؟ W2 ب 40 وW3 بكام؟ ب 80. اوكي W2 ب 40 وW3 ب 80. اوكي W2 ب 40، امال ايه الرقم اللي انت كتبتيه ده 5 في 10 اس سالب 5 ده؟ ايه الرقم اللي انت كاتباه ده 5 في 10 اس سالب 5؟ من وين جايباه؟ خلينا طيب اطلع لك انا الناتج. يبقى هنقول كده هنحسب ازاي لو الارقام، هقول اي دي على اي بايز يساوي ها دبليو 2 على دبليو 3، دبليو 2 ب 40 ودبليو 3 ب 80، 40 على 80 فيها الكام يا جماعه؟ فيها النص،
يبقى اي دي على اي بايز يساوي نص. خلاص اضرب الاي بايز هناك، يبقى الاي دي يساوي نص في الاي بايز. الاي بايز معطوه لك بكام يا نورة؟ الاي بايز معطيك اياه بكام؟ هو 100 مايكرو. 100 مايكرو نص في 100 يدينا كام يا جماعة؟ ها، يبقى الاي دي هيبقى نص في 100 يعني 50 مايكرو امبير. اوكي صح، 50 هي 5 اللي هي 5 في 10 سالب 5، بس تكتبي جنبها امبير، فعشان كده خلي المايكرو، ما تحوليش المايكرو، يعني 5 في 10 سالب 5 دي بالامبير، اما 50 مايكرو يبقى بالمايكرو، يعني هي نفس الناتج بالظبط. فهمت يا جماعه ازاي بنعوض في المريشيو عشان نطلع الاي دي؟ طلعت الاي دي، الاي دي 1 و2 هو نفس الاي دي، والاي دي 3 هو نفسه الاي بايس. تمام، ايه المطلوب الثالث؟ المطلوب الثالث draw small signal equivalent circuit. دي هنجيبها منين يا جماعه؟ من الفورمولا شيت. اند كالكوليت ذا اوتبوت ريزيستنس، عايز يحسب الار اوتبوت. خلاص يعني هتلاقوا لي رحت في الفورمولا شيت اولا، ادي فين الرسمه بتاعت الكوماند رين؟ ها، اي رسمه فيهم بتاعت الكوماند رين يا جماعه؟ الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ مين يقول لي؟ عايزين رسمه الكوماند رين، كوماند السمول سيجنال موديل الثانيه بالظبط، هي دي الكوماند رين. اوكي فاخد الرسمه الثانيه واحطها في الحل. خدتها زي ما هي وحطيتها في الحل، ده السمول سيجنال موديل. اوكي ده حل مطلوب رقم 3. طب عايز يحسب الار اوتبوت. الار اوتبوت ده قانون احنا كتبناه من شويه، قلنا وانا بشرح من شويه قلنا ان الار اوتبوت اوكي اهو، فين قانون الار اوتبوت؟ في الشرح، كان في الشرح اهو، ده قانون الار اوتبوت وده قانون الجين، فهتجيب قانون الار اوتبوت وتتعوض فيه. قلت له بص عشان نحسب الار اوتبوت، الار اوتبوت بتساوي 1 على جي ام 1 بدل مع 1 على جي اس 1 بدل مع ار دي اس 2. القانون ده ممكن نكتبه بالشكل ده، 1 على جي ام 1 زائد جي اس 1 زائد ار دي اس جي دي اس 2، هو نفسه البدل، هي نفسها لو كتبتها كده. خلاص تمام، فعشان كده كتبتها للتسهيل يعني. طيب يبقى عشان احسب الار اوتبوت يا جماعه، عشان احسب الار اوتبوت محتاج احسب مين؟ هتقول لي محتاج تحسب الجي ام 1 والجي اس 1 والجي دي اس 2. بالنسبه للجي دي اس 2 عشان احسبها لازم احسب الار دي اس 2، الجي دي اس 2 هي مقلوب الار دي اس 2. يبقى في الاول هحسب الار دي اس 2. مش فاهم يعني ايه ملازم تساوي 1؟ على اي سؤال بالظبط؟ المطلوب رقم 2، انت قصدك على الرقم ده يا زينب؟ لا انا الحين ما رحت عند الار اوتبوت، انت بتسالي على المطلوب رقم 2 والمطلوب رقم 3 يا زينب. القانون ده القانون ده قصدك؟ ماله القانون ده؟ ده قانون ثابت. فهمت، انت قصدك جي دي اس 2 المفروض نكتب مكانها جي دي اس 1، عايزك تقولي كده يعني؟ عايزه تقولي ان الجي دي اس 2 المفروض تتكتب جي دي اس 1؟ امال ايه؟ ايه السؤال بتاعك؟ طيب بص ده قانون يا زينب، تمام؟ ده قانون احنا كتبناه من شويه، بس القانون ده بدل ما نكتب بارل البارل البارل بنكتبه كده 1 على جي ام 1 بلس جي اس 1 بلس جي دي اس 2، ده قانون ثابت. خلاص؟ فعشان نحسب الار اوتبوت هنعوض في القانون ده. فعشان احسب الار اوتبوت عشان اعوض في القانون لازم احسب الجي ام 1 والجي اس 1 والجي دي اس 2، قانون ثابت ما فيهوش تغيير حق الكوماند رين. طيب الجي اول حاجه نبدا بالجي دي اس 2 عشان احسبها، الجي دي اس 2 هي عباره عن 1 على ار دي اس 2، ففي الاول هحسب ار دي